مهر المقيطي 7 سنوات وأحمد كعابني 10 سنوات، اللذان يعانيان من شلل دماغي. كانا من أوائل المشاركين في الماراثون الرياضي الذي نظم في مدينة أريحة لتسليط الضوء على معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين وإظهار مرارة العيش في الأغوار بفعل ممارسات الاحتلال والواقع الاقتصادي الصعب. هدول الأطفال بيعانوا، كان عندهم نقص أكسجين أثناء الولادة، فمما أدى إلى طبعا شلل دماغي. هم مهمشين بالمجتمع، بيعتبروهم أنهم ذوي إعاقة عال على المجتمع، بس إحنا لازم نوصل أنه لا، إذا إحنا اهتمينا فيهم وعدلنا لهم الخدمات بطريقة صحيحة طبعا بيصبحوا أنهم هم مش مهمشين ولا عال على المجتمع. علي علا رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في أريحة طلب الحكومة في الماراثون الرياضي بتوفير بيئة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا أن البنية التحتية غير مناسبة لإعاقاتهم. الإعاقة موجودة في البيئة وليست في أجسادنا، المعيقات الموجودة في البيئة هي اللي يعني بتعيقنا عن الحركة وعن التأقلم في الحياة. إذا تم تسهيل البيئة المحيطة فينا مش راح نشعر بالإعاقة نهائيا، لأن الأماكن العامة تكون موائمة لاستخدام المعاقين، المدارس التعليمية يكون فيها الوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، المؤسسات، كافة يعني مناحي الحياة تكون مسهلة. وجاء النشاط الرياضي ضمن مشروع شباب غور الأردن من أجل التغيير الذي ينفذه مركز العمل التنموي معا بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. نحن هنا لثلاثة أسباب. أولا، دعم الشباب باعتبارهم الأمل والمستقبل، ونريد أن نعمل أكثر معهم. ثانيا، رغبتنا في إعطاء مستقبل أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة. وثالثا، غور الأردن باعتباره جزءا من فلسطين ويشكل عمادا اقتصاديا أساسيا. هناك احتياجات كثيرة لها علاقة سواء بطريقة دمج هذه الفئات ذات الاحتياجات الخاص في المؤسسات، في المدارس، وأيضا الشباب بشكل عام بحاجة إلى توفير هذاك الفضاء كالملاعب، وأيضا توفير المراكز الثقافية حتى تستطيع هذه القطاعات الشابة أن تمارس حياتها وتكون شريك حقيقي. رفع صوت الشباب في مناطق الأغوار، وبالأخص اللي هم فئة المعاقين اللي بيعانوا من التهميش من جميع النواحي. طبعا الهدف كمان أنه ندمج ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين مع الشباب في الأنشطة اللي احنا بنشتغل فيها ضمن هذا المشروع. وتشير آخر إحصاءات وزارة الصحة في منتصف عام 2014، أي قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلى أن عدد المواطنين الذين يعانون من الإعاقة في فلسطين 113,000 مواطن، منهم 75,000 في الضفة الغربية بنسبة 2.7% من مجمل السكان فيها، و 38,000 في قطاع غزة بنسبة 2.5% من مجمل السكان هناك. من مدينة أريحة، نزار حبش، تلفزيون وطن.